وللوقوف أكثر على حالة الشارع الإيراني مع مرور عام على مقتل مهسا أميني والتي يراها الكثيرون شرارة الانتفاضة الأخيرة ضد النظام في طهران، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بكم. مئات القتلى والجرحى من المحتجين على مقتل مهسا أميني بعد مرور سنة على اندلاع شرارة هذه التظاهرات أو الانتفاضة الأخيرة، كيف تصف لنا وتيرة الشارع الإيراني الآن؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الأفاضل. طبعا الاحتقان والغضب الشعبي مستمر في إيران، لكن النظام الإيراني استطاع من خلال قطع الإنترنت وقطع التواصل ما بين المتظاهرين ومن يقود المتظاهرين أن نشهد وتيرة قليلة من الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية واليوم، لكن المشكلة وجذور المشكلة باقية، والنظام الآن دخل في صراع داخلي أيضا إضافة إلى احتقان والغضب الشعبي ضده، حيث نرى أن هناك تسرب وثائق وفضائح ضد مسؤولي النظام الإيراني، وهذا أيضا يزيد من الغضب الشعبي ضد النظام الإيراني. حتى اللحظة النظام استطاع من خلال القبضة الحديدية يمنع أي تجمع شعبي كبير في المدن، لكن هناك كانت تجمعات شعبية في الأحياء، ولم يتمكن المواطنون من الالتحاق ببعضهم البعض حتى تصبح مظاهرة كبيرة. وكذلك في هذه الظروف وفي ظل الصراع المحتدم في أروقة النظام الإيراني لاختيار أو انتخاب خليفة لخامنئي، أيضا هذه الاحتجاجات تؤزم الوضع ما بين مسؤولي النظام الإيراني، ولم يتمكنوا حتى اللحظة للتوافق حول شخصية واحدة يمكن أن تخلف خامنئي، ونرى أن هذا الصراع مستمر ويزداد سخونة خلال الأشهر القادمة، وسنشهد تفجر الموقف في إيران خلال الأشهر القادمة. هناك أيضا تقارير تتحدث أن هناك تقارير ترفع إلى الرئاسة في إيران تحذر من أن رقعة التظاهرات سوف تنتشر ورقعة الغضب سوف تتسع، يا ترى هذا الأمر هل تأخذه أو يأخذه نظام طهران على محمل الجد، وبالتالي هل تتوقع مزيدا من من الانتهاكات، مزيدا من القمع الدموي ضد هذه التظاهرات؟ نعم، بطبيعة الحال نحن نرى خلال الأيام الماضية مئات الاعتقالات في صفوف الصحفيين وكذلك النشطاء في مختلف المدن والمحافظات تمت، وبطبيعة الحال هذه الاعتقالات أثرت على تخفيف وتيرة الاحتجاجات، لكنها لن تسكت الشعب ولن يصمت الشعب مقابل هذه الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني، وستستمر هذا حالة الكر والفر بين النظام الإيراني والشعب. وكما أسلفت، الفرق هذه المرة يقع في الصراع المحتدم بين أجنحة النظام الإيراني، وهذا يصب في مصلحة الاحتجاجات والشعب، لأن هناك عدم وجهة نظر أو توافق في وجهات النظر في كيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات وإخمادها. ونرى أن بعد مرور عام على هذه الاحتجاجات، النظام الإيراني لم يتمكن من ينهي هذه الاحتجاجات ولا يزال مستمرة، وإن لم نرى تجمعات كبيرة تخرج إلى الشارع، لكن هذه ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك التجمعات الصغيرة في المدن مستمرة، فهذا يظهر أن رغم كل التدابير التي اتخذها النظام الإيراني لم يتمكن من إنهاء الاحتجاجات بشكل نهائي. البعض يصف هذه الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإيرانية ضد المتظاهرين المدنيين السلميين يصفها بأنها جرائم العقوبات لم تعد رادعة، أي أن أي عقوبات دولية على إيران لم تعد رادعة، لذلك إيران لا تحترم حتى ولا تأخذ بنظر الاعتبار أي إدانات دولية تجرم هذه القوات في إيران التي تقوم بقتل المتظاهرين. هل هذا الأمر صحيح؟ هل لم تعد هناك أي اهتمام بأي إدانات دولية ضد ممارسات قوات النظام الإيراني؟
إذن توقف الاتصال مع الأستاذ محمد المدحجي. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا ضيفي عبر سكايب من لندن المتخصص بالشعر الإيراني الأستاذ محمد المدحجي.